بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلقة اليوم بعنوان محطات من تاريخ المملكة، 20 غشت و21 غشت نموذجا. هذه محطة من المحطات المعتمدة في تاريخ المملكة، لا بد أن نقف عندها للتذكر والاعتبار. فالمرء ضيف في الحياة، وإنني ضيف كذلك تنقضي الأعمار. فإذا أقمت فإن شخصي بينكم، وإذا رحلت فهذه صورتي تذكار. فقد رحل صناع هذه الملحمات بشخوصهم، ولكن صورهم وآثارهم أمام أعيننا تحكي المشاهد والبطولات. فبعد الممات تظهر التركات كما يقال. ونهنئكم جميعا بالذكرى الوطنية الغالية 20 غشت، التي تحل كل سنة لتذكر بأمجاد صنعها المغاربة الذين آمنوا بقضية الوطن للجميع يتسع للجميع، ويجب أن يحبه الجميع ويتجاوب مع نداءاته ومطالبه الجميع. 20 غشت دخلت التاريخ من باب المقاومة والجهاد والنضال، عندما التحمت القوى الوطنية رجالا ونساء، شبابا وشيوخا يتقدمهم ويترأس حماسهم المتقدة الفقهاء والعلماء جنبا إلى جنب مع الملك المجاهد المغوار سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه. وغير خاف أن هذه الثورة محسوبة ضمن أمجاد تاريخ أهل الناظور وأهل الريف الشرقي عامة، صنيعها كصنيع حركات الجهاد والمقاومة التي عرفتها المنطقة بقيادة أمثال المجاهد الشريف سيد محمد مزيان والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. فهي مراحل تاريخية متسلسلة محكمة الحلقات، ليست بينها أبدا حلقة مفرغة. فمنذ عام 1909، وهو تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للجهاد على يد الشريف محمد مزيان رحمه الله، ومرورا بثورة الخطابي الريفية العتيدة التي أعطت للجهاد طعمه الحقيقي وعرفت الإنسان الرافض للاسترقاق والاستعباد كنه الحرية ومعنى التضحية والفداء، ثم عبورا بمحطة الحركة الوطنية التي قاومت ببسالة كل دواعي التفرق والتشتت، وحملت الريف على الانخراط بقضه وقضيضه ليرفض في صيحة واحدة ما سمي وقته بالظهير البربري، والذي لا يزال وسيبقى يقاوم كل أشكال العنصرية والعرقية والتمزيغية البغيضة، ويقول عنها دعوها فإنها منتنة. لأن الريف يعي جيدا أن هذه الأمة بتنوع لسانها واختلاف طقوسها وعاداتها كتلك اللوحة التشكيلية التي لا تقرأ وتفهم ألغازها إلا بمجموع ألوانها وخطوطها داخل هذا الإطار المحدود والمرسوم بدقة. ونهنئ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الذي يستخلص من هذه الذكرى وقد مر عليها الآن 67 سنة، يستخلص منها عبارا
ودروسا لبناء الأمة المغربية في شتى مجالاتها الدينية والاقتصادية والسياسية والثقافية. فما أنجزه حفظه الله يدخل ضمن هذا الجهاد الأكبر الذي أعلن عنه جده المجاهد محمد الخامس عند عودته من المنفى عام 1955. الجهاد الأكبر هو المقاومة الحقيقية التي صنع بها أمير المؤمنين الإنسان المغربي الحديث في أخلاقه، الحديث في سلوكه، الحديث في ثقافته وابتكاراته وإبداعاته. فالباحث سيشعر وهو واقف على هذه المحطات أنه أمام تاريخ ينبض وأشخاص تتنفس ومعالم وصور تتحرك. فمحطة 20 غشت هي التي أوحت بالاحتفاءات الجماهيرية الضخمة بعودة محمد الخامس يوم 16 نوفمبر 1955، ثم بالاحتفال الكبير بانتهاء عهد الحماية يوم 7 أبريل 1956، والذي يسجل التاريخ أن هناك من أهل الناظور من تظاهر به داخل مدينة مليلة السليبة في تجمهرات حاشدة أمام أعين الإسبان. وأما الزيارة التاريخية الأولى التي قام بها سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه إلى الناظور يوم 6 ذي الحجة 1375 الموافق 15 يوليوز 1956، فهي الشحنة التي قوت عزائم العباد للنهوض بالبلاد، هي النفس الذي شحذ الهمم والسواعد لبناء أسس أمة مغربية موحدة لا فرق بين شرقها وغربها ولا بين شمالها وجنوبها إلا بالصدق والإخلاص والجد والولاء لهذه الثوابت والمقدسات التي يجتمع حولها أهلنا وقومنا مهما تنوعت الطقوس والعادات واختلفت الألسنة والألوان. نهنئ أمير المؤمنين بذكرى عيد الشباب التي تؤذن بمرور 57 سنة على ميلاده السعيد، هذا الميلاد الذي كان خيرا وبركة على هذه الأمة، فقد سخر جلالته هذا العمر في خدمة شعبه وبلاده والأمة الإسلامية عامة. فاحتفاؤنا بعيد الشباب يعرفنا بقيمة حياة الإنسان في الدنيا وبأهمية رسالته وعظم مسؤوليته فيها. الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وإن مما يزيدنا تعريفا وتذكيرا بقيمة حياتنا ومراحلها المختلفة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. من خلال هذه الذكريات يعرف شبابنا كيف يشتغل، وأنه حامل رسالة، وأنه مسؤول أمام الله وأمام أمته وأمام التاريخ. ذكرياتنا ذات استمرارية وذات مردودية، وشباب اليوم يحبون الثورة ويعشقون منطلقاتها وأهدافها، خصوصا وأن حامل لوائها هذا الملك الشاب الذي أحبه المغاربة عن بكرة أبيهم، ويحتفلون بذكرى ميلاده يوم 21 غشت المرتبطة أصلا بذكرى ثورة الملك والشعب. فالثورة التي يجب أن يحملها الشباب
تكون على الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومن أجل الشفافية والوضوح، ومن أجل مصالح الأمة المغربية في الداخل والخارج، ومن أجل ترسيخ ثوابتها وصيانتها وحمايتها بكل غال ونفيس، ثورة ضد كل من يسعى لتمزيق وحدة الأمة المغربية وأراضيها، ثورة من أجل القضاء على الجهل والأمية والتحلي بالمثل العليا وكل القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية الكبرى. هذه هي الثورة الحقيقية المستمرة والتي لا تخبو شعلتها ولا ينطفئ أوارها، ولا يزال يقودها ملوكنا وأمراؤنا واسطة عقدهم مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله. ولعل من يمن الطالع أن يتزامن احتفالنا بذكرى 20 أغشت مع ذكرى عيد ميلاد القائد الملهم، أمل شبابنا وصانع مسيرات البناء والنهضة والنماء. هذا هو التاريخ الذي نشيد به ونستجمع أخباره ونقدمه بين يدي الأجيال للاحتفال به ولرد الاعتبار للآباء والأجداد، وهو تاريخ الملاحم والثورات والانتفاضات التي فتحت المجال للبناء والتشييد، ثم لقطف زهرات التنمية الحقيقية التي نعيش أوجها في العهد الجديد. تاريخ يستحق أن يدون ويذكر ويسال لتسجيله المداد والحبر. تاريخ يسعى إلى الوحدة والائتلاف ونبذ الفتن والاختلاف، يرفض خطط التشتت والتقسيم والتفتيت. هو كما قال يوما حكيمهم: اسألوا عن تراثهم كتب التاريخ فهي تغني عن الإشهاد. نشروا الدين في البلاد وبثوا في الأهالي الهدى ونور الرشاد، ترجموه إلى الأمازيغ حتى شمل المدن نوره والبوادي. جمع الله شملهم وحباهم بتآخ وألفة ووداد، جمعتهم عقيدة وتراث تركتها الأجداد للأحفاد. وحد الدين بين عرب وعجم فبنوا الريف منار الإسعاد. طردوا الاستعمار حين أتاهم، طردوا الاستعمار حين أتاهم بظهير يريد شق اتحادي.